كيف أرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ هذا جواب جميل. جاء تلميذ إلى أستاذه، هذا جوابي على هذا السؤال، جاء تلميذ إلى أستاذه فقال: يا سيدي علمني كيف أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤياي. ما بتصليش على النبي معقول؟ صلى الله عليه وسلم. اللي عاوز بقى، اللي عاوز يرى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية ينتبه لجواب الآن ويركز أوي معايا. جاء تلميذ إلى أستاذه فقال: يا سيدي علمني كيف أرى حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤياي. يا الله، اللهم لا تحرمنا يا رب، اللهم لا تحرمنا بحبنا له وإن قصرت أعمالنا. خلي بال حضرتك من الجواب أنه في غاية الأهمية. فقال له أستاذه: تريد أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياك؟ قال: نعم يا سيدي. قال: إذن أنت الليلة مدعو للعشاء عندي، إلا لادي تتعشى عندي. قال له كمان ما شاء الله مكسب ورزق وبركة. فذهب التلميذ لأستاذه، لأستاذه المربي المعلم، فأحضر الأستاذ المبارك العشاء لتلميذه وأكثر فيه الملح والموالح ومنع عنه الماء. خلي بال حضرتك، كتر بقى المخللات والملح وما فيش مية، تلميذ يأكل كل. حاضر يا سيد. طب عطشان؟ لا ممنوع المية. العطشان يا سيد عاوز أشرب. لا ما فيش مية. حاضر كل. حاضر. طب علمني يا سيدي. قال: لا مش دلوقتي، لن أعلمك الآن. إمتى؟ لا نم الآن وقبل الفجر سأوقظك إن شاء الله تعالى لأعلمك كيف ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤياك. جميل. نام التلميذ وهو في غاية الشوق لهذا الدرس الجميل الرقراق. هيشوف النبي عليه الصلاة والسلام بس عاوز يتعلم إزاي. فنام التلميذ وقبل الفجر أيقظه أستاذه: تعال يا ولدي علمني يا سيدي. قال له: لا استنى، قبل ما أعلمك، هل رأيت الليلة شيئا في نومك؟ قال: أيوة رأيت. قال أستاذه: وماذا رأيت؟ قال: يا سيدي رأيت السماء تمطر، ورأيت الأنهار تجري، ورأيت بحارا تسير بين يدي. ما هو نايم ايه؟ عطشان. فهو نايم عطشان جدا، فبيحلم بمية نازلة من السماء، ومية بتجري في الأنهار، ومية بتجري في البحار، هو كده. فبقول له: رأيت الأمطار تمطر، ورأيت الأنهار تجري بين يدي، ورأيت البحار تسير بين يدي. اسمع. فقال له أستاذه المربي: نعم يا بني صدقت، صدقت وصدقت نيتك. الله، وصدقت نيتك، فصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يسامحك يا شيخ محمد، هو ده الجواب. هو ده الجواب. ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله. انا عاوز اسأل حضرتك سؤال. خلي بالك، انت متصور، انا سمعت هذه الكلمات حقيقة من اخ فاضل، اسأل الله ان يكرمه وان يبارك فيه، رجل مسؤول ما شاء الله، يعني عاقل، اسأل الله ان يحفظه بحفظه وان يبارك له في اولاده وفي اهله. بيقول لي: هل معقول يا شيخ محمد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في الرؤية لواحد بيأكل حرام، لواحد عينيه تنظر إلى الحرام، لواحد لسانه بيكذب، لواحد غشاش، لواحد مرابي، لواحد مرائي، لواحد منافق؟ معقول النبي يأتي لهذا؟ لا 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 لا، والله والله لا يأتي إلا لأحبابه، والله لا يأتي النبي إلا لأحبابه. ما خلي بالك، منهم من يذهب لزيارة النبي، ومنهم من يأتي النبي لزيارته. الله أكبر. منهم من يذهب لزيارة النبي، ومنهم من يأتي النبي لزيارته. فكرمنا قصة السيدة الفاضلة الأم، هي الآن بين هذه ربها، أسأل الله أن أرحمها رحمة واسعة، الأم الفاضلة الغالية اللي بعتت لي ابنها، أنا قلتها وبحب أقولها، معلش اسمعوا مني تاني وتالت وتلاتين. الأم بعتت لي ابنها في درسي في المنصورة،
وقال لي يا شيخ معلش سامحني أنا مكلف بكلمات أن ألهالك كده بنصها. قلت له تفضل قولي حبيبي. قال لي أمه يعني قالت له روح لمحمد حسان وقول له يا محمد يا حسان أمي منتظرك تيجي تزورها الليلات. قلت له تفضل اركب. وذهبنا إلى قرية متواضعة جدا وإلى بيت مبني بالطوب اللبن طوب الني بيت فقير متواضع. امرأة تجاوزت 70 من عمرها ما شاء الله لا تغفل. هقول لحضرتك مش دقيقة لا ثانية لا يعني بقى خد كمان كلام الدكتور أحمد زويل فهمت ثانية والله لا تغفل أبدا عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تغفل عن الصلاة على النبي أبدا. تنظر إليك وترحب بك ثم تدخل في الصلاة على رسول الله وتغيب في الصلاة على رسول الله ثم وهكذا. يعني شعرت بضآلة شديدة وحقارة شديدة جدا تجو إلى جوار هذه الأم الغالية الفاضلة سبحان الله. فأنا بقول لها يا أمي أنت بعتي لي وأنا جيت قولي لي بقى إيه اللي تعبك وأنا إن شاء الله بوعدك الأسبوع القادم أجيب أخ من إخواننا الأطباء في التخصص اللي حضرتك عاوزاه يكشف عليك وانت هنا. فنظرت كده وابتسمت ابتسامة جميلة فوق 70 سنة وقالت لي يا ابني أنا عارفة دائي ودوائي أنا عارفة دائي ودوائي. فقلت لها والله تقولي لي. قالت لي يا ابني أصل سيدنا النبي ما جالش في الرؤية بقاله 3 ليالي. يا الله قلت لها ما جالكش بقاله 3 ليالي هو بيجيلك كل ليلة؟ قالت والله لو فات ليلة ما شفته أمرض. فأنا بقالي 3 ليالي مريضة ما شفتش النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انت بقالك كم سنة ما شفتوش وانت بقالك كم سنة ما شفتيش النبي عليه الصلاة والسلام. هذه عبودية ومحبتنا لرسول الله إنما هي محبة تابعة لمحبتنا لربنا جل وعلا. فالمحبة ده موضوع كبير. انت متصور اما قلت لحضرتك صدقت نيتك فصدقت رؤيتك ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله متصور ان دي كلمة سهلة. طب بس حقق انت المحبة حققي انت المحبة يا اختاه ويا اماه ورب الكعبة ستسعدين بالنظر الى وجه الحبيب رسول الله. فهو القائل من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. اسمع الرواية تاني. من رآني في المنام. يا سلام نعمة والله من أعظم النعم ومن أجل النعم. من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. صلى الله وسلم وبارك على الحبيب. عرفت الجواب وعرفت أنت والد الفاضل وأخي الغالي وابن الحبيب. هل عرفتم الجواب كيف نرى حبيب الله وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الاتباع والمحبة. كلمتين وعشان ما تنساش وما كترش عليه. الاتباع والمحبة. الاتباع والاتباع ثمرة المحبة. الاتباع ثمرة الحب. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. بس أنا زعلان لأن معقول تسمع الجواب عن النبي بالكيفية دي وما تصليش على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله على حبيب قلبي صلى الله على حبيب قلبي صلى الله على حبيب قلبي وروحي رسول الله. اللهم لا تحرمنا من رؤيته في دنيانا ولا تحرمنا من صحبته في أخرانا ولا تحرمنا صحبته في الفردوس الأعلى بحبنا له وإن قصرت أعمالنا يا أرحم الراحمين. روى البخاري ومسلم من حديث أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال الحبيب وماذا أعددت لها؟ أنت عملت إيه للساعة؟ قال ما أعددت لها كثير عمل إلا أني أحب الله ورسوله. الله أكبر. والله يا رسول الله ما فيش عمل كثير يعني والله ما أعددت لها كثير عمل غير أني أحب الله ورسوله. فقال الحبيب المرء مع من أحب. مش بقول لحضرتك المحبة مش كلمة. المرء مع من أحب. يقول أنس فوالله ما فرحنا بشيء كفرحنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. ثم قال أنس وأنا أحب رسول الله
وأبا بكر وعمر وأرجو الله أن أكون معهم أو أن أحشر معهم، وإن بحبي لهم وإن قصر عملي، وأنا أقول وأنتم معي ونحن نشهدك يا ربنا أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا وجميع أصحاب الحبيب النبي، ونسألك يا ربنا برحمتك أن تحشرنا معهم بحبنا لهم، وإن قصرت أعمالنا أنت ولي ذلك والقادر عليه يا أرحم الراحمين. أسأل الله ألا يحرمني وإياكم رؤية الحبيب في الدنيا، رؤية الحبيب في الدنيا، من رأني في المنام هنا في الدنيا، من رأني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا تمثل بي. وأسأل الله ألا يحرمنا صحبته في الفردوس الأعلى، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. خلي بالك، وكفى بالله عليما. خاتمة جميلة، وكفى بالله عليما، يعني الله جل وعلا يعلم الصادق في محبته لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم الكاذب. أسأل الله أن يجعلنا لكم من الصادقين.